انا بقت شطيقه مش قادره استحمله. على ايه اختي الانهار اللي بتنهارها دي كلها؟ هو فيها النفس مين يعني؟ لا بقى، ده انا مباهج والاجر على الله، مباهج اللي ياما اترمى تحت رجليها شيرينات وبرايس فضه. ولا يهمك، خدي بريزه اذا كان ده اللي مزعلك. الراجل بيبص على مصلحتك يا حبيبتي، احنا من ساعه ما جينا هنا الراجل قصر في حاجه؟ انا عملت اللي عليا وزياده. وانا مش عايزه تنسى شغل الموالد ورأس الغوازي، لكن يجي منها برضه، هي بس عايزه شويه بسايس. يعني اشتغل لها ده ومصت لو تعوز. امشي يا نصح امشي. اهدى اهدى لحد بس ما تمسك الاجابه. حاكم صنف الحريم ده عدم المؤاخذه انت تفهم فيه برضه زينا. انا افهم في فني وبس. ما مسايسه الحريم دي اكبر فن برضه يا سي عبده. اسالني انا، المره من دول لما تعند عايز اللي يدلعها، اللي سيسها، اللي يلغيها، اللي يطبطب عليها لحد ما تليق وتبقى عسى. خش يا بت تعالي، استسمحي الاستاذ وبوسي راسه. معلش عشان خاطر المره دي يا اخوي، المره الجايه هتبقى خدامتك وتحت رجليك. خدامته ده لا يا بنت، كلنا خدامين لقمه العيش. طب احضر لكم لقمه بقى عشان تتقوتوا بيها. هو ده الكلام المفيد، ونضرب بقى أربعة عسل نتغدى وبعدين نشتغل. امشي امشي.